انا لو اخر جنيه في جيبي، انا لو اخر جنيه في جيبي هشتري المكسرات عشان مزاجي بس. اتعلمي ما تستخسريش في نفسك ابدا، اعملي اللي بتحبيه حتى لو هتيجي على حساب حاجات كتيرة قوي. اسمعي كلامي، نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم الآخرين. يلا يا هلا، بقيت تدلدق. أسهل، انتي مصروف عليكم متكلفة، يعني مينفعش. الناس دخلت ولا لسه؟ شوف الناس فين. اهو ناس دخلت، الناس فين؟ ناس دخلت. زي ما قلت لكم، نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم ايه الاخرين. اهم حاجه نفسك. تعالى اقول لك هتفكري في نفسك ازاي. بصوا بقى يا بنات، انا ما اشتريش المكسرات عشان انا بحب المكسرات، ولا عشان انا مدمنه مكسرات. لا لا لا، انا استخسر المكسرات اكلها كده في عز الغلا اللي احنا فيه ده. هكمل لكم بس ايه، نبين الحاجه الاول. في عز الغلا اللي احنا فيه ده ما ينفعش اشتري المكسرات واكلها. فانا بقى ايه اول اهتماماتي؟ شويه البندق دول وعين الجمل، دول اهم حاجه. انا من الناس اللي مدمنه قهوه، انا مدمنه قهوه، وقهوه فرنساوي، قهوه تركي، نسكافيه، اي حاجه تخص الكافيين. انا مدمنه كافيين 24 ساعه، في ال 24 ساعه كافيين. فعشان انا مدمنه كافيين لازم اخفف الكافيين شويه. فاعمل ازاي؟ اعمل القهوه ازاي؟ اشرب مره واحده قهوه تركي وباقي اليوم مثلا قهوه فرنساوي. مفيش قهوه او براند قهوه فرنساوي بالبندق جربتها الا لما كانت بندق صناعي ولبن صناعي، ودي بتنفخ الجسم وبتتخن. طب نعمل ايه يا ساره؟ توفري اخر جنيه معاكي، تجيبي ب 50 جنيه بندق وب 50 جنيه عين جمل، ب 100 جنيه بندق. لو هتحوشي 200 جنيه تجيبي 100 جنيه بندق و100 جنيه عين جمل. يعني بصي، حاولي كده خبي 200 300 جنيه لمزاجك كل شهر. يعني حاولي كده من الميزانيه كل شهر ايه 200 300 400 جنيه، جيبي بهم شويه مكسرات. اوعي تاكليهم، هتعمليهم زي ما انا هعمل كده. تعملي ايه؟ فنجان قهوه فرنساوي بالشكل ده بالبندق، دي قهوه بالبندق طبيعي. ما هذا، ما هذا الجمال، ما هذا الجمال. تعالى اقول لك بتعمليها ازاي. انا بحول المكسرات يا اختي، استنى شوف شوف الجلده بتاعت البرطمان وقعت، خليها هنا. بصوا بقى، انا بحول المكسرات كده لزبده بندق وزبده عين جمل اهي، شايفين؟ وبعمل بيها القهوه الفرنساوي وبعمل بيها النسكافيه. مزاجي ثم مزاجي ثم مزاجي ثم مزاج الاخرين يا جماعه. اهم حاجه اولوياتي. اوعي تيجي على نفسك ابدا، اوعي. ان شاء الله لو 200 جنيه في الشهر مش مشكله، مش مشكله، الاسعار رفعت بس مش مشكله، مزاجنا يا جماعه. تعالى اقول لك ازاي تعملي احلى قهوه بالبندق، قهوه فرنساوي. هتجيبي المطحنه، وزي ما قلت لك هتجيبي ب 50 جنيه بندق، هتجيبي ب 100 جنيه بندق، حسب انت هتجيبي من ده ب 50 وده ب 50، هتجيبي من ده ب 100 او ده، هتجيبي الكميه قد بعض حسب بقى امكانياتك اللي تقدري تخنصريه من مصروف البيت. قدرتي تحوشي 100، قدرتي تحوشي 200، انت وذكائك بقى، مصلحتك بقى، فكري في نفسك. هنحمصهم كده في الفرن، نديهم تحميصه، ونقوم ايه جايبين المطحنه. مش هناكلهم طبعا، مع اني والله العظيم لما بيتحمص طعمه تحفه تحفه. هنقوم جايبينهم كده ايه وحاطينهم في المطحنه. حاولي بس تشيلي القشر كده بتاع البندق وانت ايه بتحطيها، حطيهم كده على بعض. حاولي بس ايه وهنطحنهم في المطحنة.
لازم يتحمصوا يا بنات. بصوا انا حطيتهم في الفرن يتحمصوا بالشكل ده، البندق بيبقى بني كده وعين الجمل كده، عشان تاخدي طعم البندق اللي بتشربيه في الكافيهات او زبده البندق وعين الجمل في القهوه زي ما انت بتشربيها بره، لازم تحمصيهم اللون البني ده. شايفين اهو البيج الغامق ده، الغامق ده اللي هو عليه قشر. بصوا اهو كده نطحن دول. بسم الله. الله على الريحة يا بنات، الله على الريحة، الريحة في حتة تانية خالص، ريحة تحفة، تحفة التحفة. بصوا اوعي تجيبي المكسرات تاكليها، دي ضد الأكل، انتي تطحنيها كده على طول. بسم الله. عايزة أقول لكم لما تسيبيها اسبوع بره بتنزل الزيوت بتاعتها كده. بصوا لما تسيبيها اسبوع واحد بره تنزل الزيت بتاعها كده من غير بقى اي زيت ولا اي حاجه، ما بنحطلهاش اي اضافات. شايفها كده عشان ايه نطحن كله. بصوا بتنزل الزيت بتاعها، الله على الريحه، الريحه وهي بتطفي. ما انا هنا عليا اكلها بس مش هاكلها، لا مش هاكلها، مش هاكلها، دي المزاجي بس. الله على الريحة، سيبي بقى كده عشان تتطحن. أولى أولى هبوظ الخلاط عشان عشان المكسرات. لا هجيب الكبة التانية. تعالي ولا مش عارفة ما جاتش ليه. يا جماعه لازم تتعبوا عشان توصلوا للحاجه اللي بتحبوها، الحاجه اللي بتيجي بالسهل ما بتحسيش طعمها، خليكم متفقين على كده يعني عشان ما حدش يضحك عليكم. الحاجه لازم نتعب فيها.
ايه ده، هي الكبات مره واحده باظت ليه كده ولا في ايه؟ في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ في ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا لسه طحنه ده. ايوه بقى، ايوه بقى، المهم ناخد دول. بصوا بصوا يا حلوين، لما بتقعد بقى اسبوع بتبقى سايله زي كده وتنزل كل السوائل اللي فيها اهو. حطي بقى كده، بتنزل بقى كل الله على الريحه. لا لا، الريحه بجنن، الريحه بجد فوق الروعه. انا وقعت نصهم سلامين، والله ما ارحمهم. ده شكلها اهي. بصوا دي اسبوع وهتلاقوها بقت زي الزيت، زبده كده وزي الزيت بالظبط، احلى زبده بندق وعين جبل، حاجه كده فظيعه. بصوا الجمال، بصوا الله على الريحه. لما بتقعد بقى اسبوع يا بنات، بصوا كده، لما بتقعد اسبوع بتبقى كده. بصوا بصوا الله، الريحه بتجنن. بصوا بتبقى كده، بتنزل بقى كل الزيوت بتاعتها وتبقى بالشكل ده. نطحن شويه كمان، انا كل اسبوع كده بطحن لي حبه، ده الموسم بتاع الحصاد بتاعي. اشرب القهوه بردت. بصوا شكله في القهوة، دي قهوة بحليب. بصوا يا بنات، انا هنا دهنة كريم عشان الناس ما تقوليش ايه ده يا سارة، في حاجة هنا طلع لي هيربس، فعاملة زي الدمل، طلع لي حباية عاملة زي الدمل، فحط عليها الكريم، فده كريم كريم عشان ما حدش يقولي في حاجة في وشك يا سارة وبتاع وكده. ها اديها كمان، هنخلص الكمية دي معاكم. واحدة تيجي تقول لي يا سارة ما هي بتتباع في كل حتة قهوة بالبندق، دي ريحة بندق اللي بتتباع في السوق جميع ماركاتها، من أول أبو عوف لجميع الماركات الفخمة كلها حاطين نكهة بندق وحاطين لبن بودرة. عايزة أقول لكم تشربوا فنجان القهوة من هنا بتاخدي كمية سعرات حرارية عالية من هنا، دي استحالة تخنك. ليه بقى؟ المكسرات دي فيها أوميجا 3 عالية جدا. تحفة يا بنات، تحفة تحفة تحفة. لسه ما اتطحنتش. بصوا بقى للطحن اهو، حطوا بقى كده هنا. الريحه جحده
احنا زي ما قلت لكم اهم حاجه مزاجنا، لو هنتعب شويه الحاجه الحلوه بتيجي بعد تعب. هقرا التعليقات دلوقتي. الله عليك. الله الله الله، نشوف التعليقات بتاعت الناس الحلوه. في حاجه على بقك؟ ما انا قلت لكم يا بنات يا بنات والله طالع لي هيربس، طالع لي حبايه زي الدمل اهو. بصوا اهي حاطه كريم، حاطه كريم. اللي تحت اتضرب كويس جدا. انتوا متخيلين ان انا عامله المطحنه دي والمطحنه دي للبندق بس؟ الناس اللي سالتني يا ساره انت بتجيبي الترنجات بتاعتك منين؟ انا بجيبها من برزي ستوري يا بنات. الترنجات اللي بخرج بيها والترنجات اللي بلبسها في البيت، اي ترنج انتوا بتشوفوني انا لابساه انا جايبه كل ترنجاتي من برزي ستور. تمام؟ بصوا بقى عشان ايه اللايف هيطول عليكم، وعايزه اقول لكم الطريقه هتعمليها ازاي، وانا هطحنها ايه كمان شويه اريح الكب. بصوا بقى بصوا اهي، شايفين شايفين عامل ازاي؟ لازم يبقى ناعم، لو اتعمل خشن هيطلع فوق الوش، لازم يبقى ناعم كده يا بنات. انت طبعا هتجيبي حبه صغيرين حبه صغيرين، مش هتجيبي الكميه الكبيره دي، بس انا بجيبها مره واحده في السنه وبخلص، عشان كمان ايه صحابي مدمنين قهوه زي كده. خليها بقى كده وخليها ايه تنزل زيوتها في بعضها كده. بصوا اهي شايفين الريحه تحفه. طب بتعمليها ازاي يا ساره؟ هقول لكم بقى بعملها ازاي. بنجيب مكنه القهوه، بناخد بصوا هقول لكم حته قد ايه، حته قد دي، طرف المعلقه، بناخد حته قد دي شايفين اهي. بصوا ناخد حته قد دي كده بنحطها هنا، وبنحط بن فاتح معلهوش اي تحويجه، بن فاتح بس، بن ساده فاتح. لو حطيتي بن محوج طعم الحبهان والجوز الطيب والحاجات اللي بيحطوها دي هتبقى باينه في الحليب، فافضل حاجه ان انت تجيبي بن فاتح ساده، وتقومي جايبه حاطه البندق كده وحاطه كوبايه الحليب او فنجان الحليب اللي انت هتشربيه، تمام، وتحطي السكر بتاعك وتقلبي الحليب والبندق والسكر مع بعض، وتحطي معلقه ونص من البن الفاتح الساده وتقلبيهم، واشربي احلى فنجان قهوه فرنساوي بالبندق، حاجه كده تخليكي سعيده طول العمر. يعني انا لولا الفنجان ده، لولا ان انا مش عارفه اتعامل مع البشر اللي عايشين معايا، مش هعرف اتعامل معاهم اصلا. والله تحفه يا بنات. هكمل انا بقى الليله دي بعد اللايف، هطحن بقى البن لسه ما شربتش قهوه، هطحن باقي المكسرات واحطها هنا واحطها هنا واسيبها ايه عشان تنزل السيوت بتاعتها، بس اريح الاجهزه شويه. نقرا بقى ايه التعليقات الحلوه.
امسحي بقى بقك يا اختي. والله العظيم ده كريم، ده كريم للفيروسات اهو، ده كريم للفيروسات. الناس اللي بيطلع لها هيربس بتحطه عشان يعالج الحبايه. ممكن نوع بوتاجاز حلو. بصي لو انت عايزه عايزه انا اللي عندي بلت ان، انت عايزه بلت ان ولا عايزه بوتاجاز عادي؟ انا اللي عندي بلت ان، انت عايزه ايه؟ هسرق واحده، هسرق واحده، هسرق واحده. انت عايزه ايه؟ ردي عليا وقولي لي البوتاجاز عندك عايزاه بلت ان ولا عايزاه عادي؟ يا نودي والله ما حد عسل غيرك يا نودي. نور عيني والله العظيم يا حبيبة قلبي انا بستخدم بلت ان، فالعادي كان زمان عندي يونيفرسال اللي هو البوتاجاز اللي بالفرن ده، كان عندي ماركة يونيفرسال، بس بقالي 6 سنين، 6 سنين بستخدم بلت ان. حبيبتي يا ام ريان وانا بموت فيكي يا بنات. الناس اللي سالتني على الترنجات بتاعتي كلها من بيرت ستور اهي، الترنجات بتاعتي كلها من بيرزي ستور. اكتبوا على الفيسبوك بيرزي ستور هتظهر لكم الصفحه. ده استرس اهو، والبنطلون فيه استرس من هنا اهو. الترنجات الخروج والبيت من عند بيرزي ستور. حبيبتي والله انتي اللي اجمل حد في الدنيا يا نوره. هو التكميم فعلا بيعمل ارتجاع؟ لا انا الحمد لله زي الفل. لا لا انا زي الفل الحمد لله، ربنا يدوم عليا نعم. انا هقر على نفسي يعني، انا ببخر نفسي من نفسي عشان ما اقرش على نفسي يعني، ويحسد المال الا اصحابه. مش خايفه منكم انتوا، لا انا عشان ما اقرش على نفسي، لا انا في التكميم زي الفل الحمد لله، مفيش ارتجاع ولا في اي حاجه، اللهم لك الحمد. بلت ان شركه ايه؟ انا عندي فريش، فريش حلو، وفي حاجه غاليه قوي يعني. بصي هي ماركه الماني بس غاليه قوي، ماركه بوش، تحفه تحفه. حد عنده اي سؤال تاني يا بنات؟ عيدي طريقة القهوة تاني. بصوا يا بنات، بتجيبي الكنكة، انا عندي مكنة القهوة، لو انت عندك مكنة القهوة زي اعملي فيها، لو انت عندك كنكة اعملي في الكنكة. بتجيبي فنجان، يعني انا مثلا هشرب الفنجان الكبير ده، بحط فيه حليب وبحطه في المكنة، واحط ربع معلقة بسيط، ربع معلقة، بصوا اهي بحط، شوف شايفين الكمية دي، بحط طرف المعلقة بندق، وبحط كمية السكر اللي انا بحب اشرب بيها المشروبات، تمام؟ وبقلب الحليب والبندق والسكر مع بعض كويس جدا، وبعد كده بنزل بمعلقة ونص بن فاتح سادة. اوعي تحطي بن محوج، لو حطيتي البن المحوج هيغير طعمها خالص، مش هتبقى قهوة فرنساوي خالص، هتبقى طعمها مش لطيف خالص يعني. اديني بأكد عليك اهو، بن فاتح سادة تمام، وتقومي حاطه معلقه ونص من البن الفاتح الساده، وتقلبي مع الحليب مع السكر مع البندق، وشغلي بقى الكنكه بتاعتك او مكنه القهوه، واشربي احلى فنجان اهو. تعالي اتفضلي بقى اهي، احلى قهوه فرنساوي بالبندق. بصوا بقى معانا ليلى النجار حبيبه قلبي، لقطك لقطك يا لولا، ومعايا انجي اللبودي حبيبه قلبي، حبيبتي حبيبتي وحشيني يا انوجه. عزه على فكره الهيربس دي معدي، الف سلامه عليكي يا قمر. مش معديه على قد ما هي بتيجي من المناعه،
لو يعني انا الفتره دي مناعتي كانت ضعيفه بسبب الشتاء، يعني انا طول عمري مناعتي ضعيفه، فكنت واخده دور برد جامد، فعلى طول الهربس دي بتطلع لي هنا يا اما هنا. فاكرين لو تلاحظوا في فيديوهاتي هتلاقوها طالعه هنا، فهي على طول بتطلع لي بسبب المناعه، بسبب المناعه. فاول ما بتطلع لي باخد بقى علاج الفيروسات، بحط الكريم بتاع الفيروسات وباخد التابلت بتاع الفيروسات. رحت الجيم بعد التكميم يا ساره، بالله عليكي بالله عليكي، والله انت قمر، هأمنك كمان. ده منظر واحده تروح الجيم، واحده عايشه طول حياتها في المطبخ، انا يا بنتي لو ما عملتش اكل اللي في البيت هنا ياكلوني، فانا اعمل ايه؟ اسكت؟ لا ما اسكتش ساره، لازم تشغل دماغها. اعمل ايه بقى؟ اروح اجيب مشاب الكهرباء واجيب الحصان الطاير، كل ما اكون فاضيه ساعه او نص ساعه اشتغل عليهم والعب، احط ميوزك في ودني واقعد امشي على المشاة الكهرباء شويه والعب على الحصان الطاير شويه. لكن ان انا اروح الجيم وارجع من الجيم والجو ده مش مكتوب لي انا. الحاجات المحترمه، الحاجات المحترمه دي مش بتاعتي، حاجات ولاد الناس دي مش بتاعتي. انا كمان عندي علاجه. طب العلاج بتاعه فوق، بعد ما اقفل اللايف هكتب لك اسم البرشام وهكتب لك اسم الكريم. حبايبي والله العظيم انتوا اللي ناس زي العسل. انا قلت بقى ايه، اوريكم المدعكه دي وانا بعملها، هروح اكملها واخلصها واشيلها، وقلت اطلع لايف كده، انتوا وحشتوني. انا رديت او الناس اللي بتسالني هو الترينج. يا بنات حد عنده اي سؤال قبل ما اقفل؟ حد عنده اي سؤال قبل ما اقفل؟ ها رشحي لي نوع مكنه كويسه. بصي انا دي كانت جايه لي هديه من السعوديه من صاحبتي، والله ما اعرف حتى نوعها ايه، والله ما اعرف نوعها ايه. انا قبل ما تجيلي المكنه دي كنت بعمل في الكنكه عادي، فهي راحت بعتالي دي من السعوديه. كل الناس منوره. انا هقفل بقى، انتوا جايين متاخر. حد عنده اي سؤال قبل ما اقفل؟ لا محدش سأل. تصبحون على خير يا أمارات، زي ما قلت لكم، مزاجنا ثم مزاجنا ثم مزاجنا ثم مزاج الآخرين.